ان شاء الله نعيما. الله ينعم عليكي، بيظهر هالحمام جوعني زيادة عن اللزوم. اي مو على عيني، الاكل جاهز، ثواني بيكون موجود على الطاولة. الله يسلم ايديكي، بس بدي اقول لك شغلة، لا تزعلي مني. ما بزعل، قول. يعني يا ريت تحطي شوية عطر، لأنه ريحة الطبخ معلقة بثيابك. بس أنا دائما بحط عطر وبتحمم كل يوم، بعدين بحط ريحة النظافة الخفيفة اللي أنت بتحبها. إيه، يمكن لأنه عطر خفيف عم يطير فورا، أو لأني أنا طالع من الحمام شميت ريحة الطبخ أقوى. شبك، زعلتي؟ لا ما زعلت، زعلت من حالي. هلأ بحط لك الأكل وفوت بتحمم.